الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله وما توكلنا ولا اعتمادنا إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وإمامنا وأسوتنا محمد رسول الله أسمعوني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته أما بعد إخوة الإيمان والعقيدة إخوة الهجرة في سبيل الله إخوة الصيام في أيام رمضان فقد مضى العشر الأوائل من رمضان مضى بخيره وكرمه وفيوضات الله فيه وفتحه وعطائه وتجلياته وعتق الله عز وجل فيه من النار مضى واستقبلنا عشرا آخر فأين نحن من هذا العشر وأين نحن مما مضى نحن بحاجة إلى جرد حساب في هذا العشر الثاني يقول أحدنا لقد رحل الكثير من رمضان بل اقترب رمضان على الرحيل كله وإنها لحقيقة مؤلمة لأنه ضيف كريم لكن الأكثر إيلاماً أن نرحل نحن فلا نلتقي برمضان مرة أخرى رمضان أيها السادة إذا رحل فإنه سيعود وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها رمضان ضيف كريم يأتينا في كل سنة مرة فأين وفادة الضيف؟ وأين التعامل مع هذا الضيف؟ وأين الاستعداد لهذا الضيف؟ وأين وأين وأين؟ لكن إن رحلنا نحن فمتى سنلتقي برمضان؟ لم نلتقي برمضان أبداً إن رحلنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن تقوم الساعة إذن هي فرصتك أيها المسلم فرصتك وقد أعانك الله فيها ربنا سبحانه وتعالى عندما فتح لك أبواب الجنان في رمضان وأغلق في وجهك أبواب النيران وصفد شياطين الجان إنما كان يساعدك لكي تقبل عليه في توبة صادقة نصوح ربنا سبحانه وتعالى كريم بنا ورحيم
يريدنا أن نتوب بين يديه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، خطابا لرمضان ولكل الأوقات، وهو في رمضان آكد 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 جرد الحساب. هل صلينا التراويح في رمضان في العشر الذي مضى؟ هل صلينا الفجر في جماعة؟ هل قرأنا في كل يوم جزءا من كتاب الله عز وجل؟ هل تصدقنا في سبيل الله؟ هذا هو رمضان. رمضان ليس فوازير وليس فوانيس، رمضان ليس مسابقات لتمضية الأوقات، رمضان ليس تعدادا لأنواع الطعام والشراب، رمضان إقبال على الله في زمن الله. ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. السؤال الذي يؤلم، لماذا نقبل على الله في أيام رمضان الأولى في صلاة التراويح وفي الفجر وفي القرآن، ثم تبدأ الهمم بالتراجع والتقهقر والتناقص شيئا فشيئا؟ أيها المسلمون، كلما أقبلنا على رمضان، كلما مضت أيام من رمضان، فالأيام التالية فيها خير أكثر من الذي مضى. فلماذا نقبل في الأيام الأولى فقط؟ لماذا تمتلئ المساجد حتى أبوابها وإلى ما هو خارج الأبواب في الأيام الأولى؟ ثم إذا جاء العشر الثاني وجدت حالا ليست كالحالة الأولى، ثم إذا جاء العشر الأواخر رأيت تقهقرا وإقبالا على الأسواق والبيع والشراء والغفلة، ثم كأن الناس يحاولون أن يعوضوا تقصيرهم فيقبلوا في ليلة السابع والعشرين فيحيون تلك الليلة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد لنا ليلة في العشر الأواخر، وإنما قال التمسوها في العشر الأواخر، وفي رواية التمسوها في وتر العشر الأواخر، يعني اجتهدوا في كل ليلة وأقبلوا على الله في كل ليلة، واجعلوا من كل ليلة إحياء وليلة السابع والعشرين. حال الأمة، حال الأمة حال يؤلم، يؤلم ألما ما بعده ألم. حال الأمة تستطيع أن تختزله في رمضان. رمضان ميزان، ميزان حرارة لهذا الجسد الإسلامي، رمضان ميزان حرارة لجسدك أنت، لحركتك أنت. هل نقوم قبل الفجر في رمضان؟ سؤال لست أنا من أجيب عليه، ولست أنت، كل واحد منا يجيب عن نفسه. الله عز وجل يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك. تهجد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن التهجد بوابة للمقام المحمود.
والتهجد يكون بأن تصلي في الليل بعد أن تنام وقبل أن يطلع الفجر. هل نستيقظ قبل الفجر فقط لكي نتناول الطعام؟ أم لكي نقف بين يدي الله عز وجل، نؤدي بين يديه ركعتين، نناجيه، نستغفره، نتوب إليه، نخاطبه في الليل؟ خطاب الحبيب مع الحبيب يكون، وهل هناك من هو أغلى من الله؟ أليس وقت السحر وقت للاستغفار؟ ألم يقل الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار؟ هذا الوقت الذي نقوم فيه للطعام ينبغي أن نجعل فيه حصة للاستغفار، وحصة للصلاة، وحصة للدعاء، وحصة للمناجاة، وبعد ذلك نختم ذلك كله بأن نقبل على الله في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلمات بأنهم على منابر من نور يوم القيامة؟ ألم يحثنا على أن نمشي إلى بيوت الله في الليل؟ إن لم نمشي في رمضان، إن لم نصلي الفجر جماعة في رمضان، فمتى نصلي؟ إن لم نقرأ القرآن في رمضان، فمتى نقرأ؟ أيها السادة، القرآن ربيع المؤمن، القرآن الكريم ما سكن فؤادا وشاخ فؤاده. القرآن عندما يمتلئ به فؤاد فإن هذا الفؤاد لا يشيخ أبدا. القرآن بركة عندما تقرأه في الليل، وبركة عندما تقرأه في النهار، وأقل ما يمكن أن تقرأ من القرآن أن تختم في رمضان ختمة، حتى لا يقف القرآن حجة علينا ويقول: يا رب إن قومي هجروني. القرآن شاهد لك أو عليك، القرآن إن أقبلت عليه كان لك ربيعا، القرآن دستور هذه الأمة، خطاب الله لي ولك عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا، نحن من آمنا، نحن من تشرفنا بالخطاب، يا أيها الناس، نحن من هؤلاء الناس الذين شرفهم الله عز وجل بهذا. والخلاصة أيها السادة، ما زال في الوقت إمكانية لتدارك الأمر. علينا أن نراجع حساباتنا، وأن نراجع أوقاتنا، وأن نراجع أعمالنا. عندما يتحدث النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه فهو يتحدث لنا نحن أحبابه وهم أصحابه، والخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. عندما يتحدث عليه الصلاة والسلام قائلا: من صلى الفجر في جماعة ثم أخذ يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى الركعتين، يعني ركعتي الضحى، كانت له حجة وعمرة تامة تامة تامة.
لماذا نستمع لهذا الكلام؟ لكي نصلي الفجر في بيوتنا ثم ننام؟ أم لكي نتبع هذه السنة؟ كلمة جرت على الألسنة أكثر إلاما من كل تقصير ذكرته، يقول لك أحدهم إنها سنة. السنة إنما تذكر لكي نفعل بها ونأخذ بها. أنت غدا ستطلب شفاعة الأنبياء ولن يشفع لك أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخذت بسنته كنت أهلا لتلك الشفاعة، وإلا ضاحت علينا لا سمح الله تلك الشفاعة. كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي إلا رسول الله، أسمعوني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. أسأل الله عز وجل أن نقبل على الله، أسأل الله عز وجل أن ترتقي هممنا مع الله. مشهد وأختم به آلمني، أتيت متأخرا لعذر قاهر، فصليت العشاء في آخر صف، فلما سلم إمامنا هنا وجدت بعض الناس يتخطى الرقاب، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب، وجدت بعض الناس يتخطى، وأقول بعض ولا أعمم، لكنها ظاهرة موجودة في كل مكان، يتخطى الرقاب يريد أن يخرج من المركز أو المسجد. يا أخي ما هذا الزهد في رمضان؟ يا أخي صلاة التراويح قيام، والقيام سنة عن سيد الأنام. يا أخي طب بين يدي ربك، يا أخي يا أخي هذه الفرصة إن ذهبت لن تعود، فقد تموت هذا العام. كل منا يمكن أن يلقى الله في أي لحظة، رمضان إن ذهب فسيعود، أما نحن إن ذهبنا فلن نعود أبدا. لذلك علينا أن نتعامل مع رمضان على أنه رمضان توديع، حبيبك تودعه، صل صلاة مودع، صم صيام مودع، صل الفجر وكأنك تودع رمضان. يا أيها السادة، من علامات الساعة موت الفجاء، فلان كان في سيارته فمات، فلان كان يصلي فمات، فلان كان في سريره فمات، نام وليس فيه شيء فلم يستيقظ، هذا من علامات الساعة. وكل منا ذاك الرجل، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لك ربي كما أمرت، وصلاة وسلاما على نبيك الذي لنا أرسلت، ورضوان الله على صحابة كرام بررة بهم سماء هذه الدنيا أنرت. أوصيكم إخوة الإسلام ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيان إخوة الإيمان والعقيدة إخوة الهجرة في سبيل الله. في يوم من الأيام خجر غادر مسموم حمله قاتل مجرم إرهابي عفن اسمه أبو لؤلؤة المجوسي، وكان ذا رأسي فطعن به
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صلاة الفجر. هذا الخنجر منذ 8 سنوات أو 9 سنوات هذا الخنجر نطعن به في كل يوم في دمشق، في حمص، في حلب، في كل المحافظات. هذا الخنجر الذي جاءنا من إيران الصفوية، من إيران المجوسية، من إيران التي تحارب الإسلام وترتدي عباءة أهل البيت، منذ أن بدأت الثورة وجاءت ميليشيات هذه الدولة الفاجرة منذ تلك الأيام، وفي كل يوم حريق في بلادنا، قتل في بلادنا، تصفية حسابات على أساس طائفي في بلادنا. وآخر ما ذكر جامع الفاروق الشاهق العظيم في شارع بغداد في دمشق، الذي التهمته النيران عن بكرة أبيه، عن بكرة أبيه. هذا الجامع التهمته نيران الحقد قبل أن تلتهمه نيران المادة. المجوس هم الذين يشعلون الحرائق في بلادنا، الصفويون الجدد هم الذين يذبحون أهلنا ويقطعون الطريق على إسلامنا. ولكن هيهات هيهات هيهات، الإسلام باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والمسلمون باقون، وفي كل زمان رجال يحملون الراية، يحملون الشعلة، ويمضون دون أن يتراجعوا أو يترددوا. لكل زمان دولة ورجال، وإن غدا لناظره قريب، والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت. قبل أن ننتقل إلى مادة الدعاء، إخوة لنا مركز أرطغرل الغازي الصحي للمهاجرين، يعني لنا خدمات صحية مجانية، اختصاصات الأطفال والنسائية والداخلية، كادر من الأطباء، قسم اللقاحات في حي غازي أرطغرل شارع صويلو، رقم الشارع 159. طلبوا منا أن نبلغكم، جزاهم الله خيرا، لا يأخذون مالا ولا يطلبون على خدماتهم شيئا. شاهين بغازي عنتاب، جزاهم الله خيرا، نتوجه بالشكر الجزيل لهم على هذه يعني اللفتة الطيبة. لنعود إلى مادة دعائنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، وإنه لا يذل من واليت، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ولك الشكر يا رب العالمين على ما أوليت، على ما أعطيت. لك الشكر أن بلغتنا رمضان، لك الشكر أن بلغتنا العشر الثانية من رمضان. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا فيه عندك من المقبولين، واجعلنا من عتقائك من النيران. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. اللهم فرج عنا وعن أهلنا وعن أمتنا يا رب العالمين. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأسرنا ولا تؤسر علينا، وارض عنا وارضنا مولانا رب العالمين. نعوذ بك من
الحور بعد الكور، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعزنا في غربتنا، اللهم أعزنا في غربتنا، اللهم لا تذلنا في غربتنا، اللهم أعزنا فيما بقي لنا من عمرنا، اللهم لا تذلنا فيما بقي لنا من عمرنا. إلهنا ومولانا، أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وأمتنا ما دام الموت خيرا لنا، وإذا قضيت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، لا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. نحب بحبك من أحببت يا الله، ونعادي بعداوتك من عاديت يا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله، قوموا إلى الصلاة، يرحمني ويرحمكم الله.